أيضا مفادة التلفزيون المصري من شرم الشيخ أميمة تمام أجرت لقاء مع محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بكم مجددا زملائي الأعزاء ومشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وفي كواليس المنتدى الكثير والكثير من الشغف ومن السعادة ومن التفاؤل ومن الأمل بمستقبل أفضل لمنتدى شباب العالم ولشباب العالم بأسره وشباب المنطقة العربية أيضا. مشاهدينا الكرام، نلتقي على هامش المنتدى أيضا الآن مع النائب محمد عبد العزيز، وهو وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بحضرتك سيادة النائب. أهلا بحضرتك. المنتدى في هذا العام له خصوصية الجميع يتحدث عنها هنا في أروقة المنتدى، يعني ما هو انطباعك مبدئيا عن المنتدى في هذا العام؟ حقيقة في خصوصية كبيرة للمنتدى في هذا العام، انه جاء بعد توقف نتيجة لجائحة كورونا، وحتى الشعار اللي اتخذه المنتدى لهذا العام باك توجذر، يعني العودة معا، له دلالة فيما يعني أهمية أن تعود مصر لأنها تقدم هذا المنتدى، أنها قادرة رغم التحديات الجائحة بهذا التنظيم الرائع اللي شفناه بكل الإجراءات الاحترازية المتخذة، أن تعود مدينة شرم الشيخ هذه المدينة الساحرة ساحة لحوار الشباب من مختلف الجنسيات في العالم من خلال منتدى شباب العالم. حقيقة الجميع شاهد تنظيم رائع جدا في هذا العام هذه النسخة، ونستكمل إن شاء الله مسيرة المنتدى بمزيد من النجاحات إن شاء الله. يعني يأتي المنتدى هذا العام وهو يتناول معظم الموضوعات حول ما بعد الجائحة في العالم، يعني كل الموضوعات تقريبا تتحدث في هذا الشأن. يعني كيف يرى شباب العالم في أروقة المنتدى من خلال ورش العمل ومن خلال أيضا اللقاءات والتحاور، كيف يرى العالم ما بعد الجائحة اليوم؟ تحدي الجائحة أحد أهم التحديات اللي مر بها العالم، ولذلك مطروح طول الوقت عالم ما بعد الجائحة وكيفية مواجهة هذا النوع من الأخطار أو التحديات في المستقبل. ولذلك هنلاقي من أجندة المنتدى هذه القضايا مطروحة في مختلف المجالات، حتى في مجال حقوق الإنسان في عالم ما بعد الجائحة، أو ما يتعلق بالتغيرات المناخية، أو ما يتعلق بسبل مواجهة الجوائح في المستقبل. ورش العمل كمان اتكلمت عن التنمية المستدامة، ويمكن كان في ورشة هامة جدا تتعلق بمبادرة حياة كريمة كنموذج لافت لأهمية التنمية التي تقدم للمناطق الأكثر احتياجا، ودي كانت تجربة ملهمة مصر بتقدمها للعالم، ازاي هذا المشروع قادر على مش بس تغيير البنية التحتية، ده كمان تغيير الإنسان نفسه أو بناء الإنسان نفسه، لأنه جزء من مبادرة حياة كريمة مرتبط بالنواحي الثقافية وتوفير أماكن لممارسة الرياضة وتوفير أماكن لممارسة يعني مختلف الأنشطة. ولذلك بشوف أن المنتدى النهاردة أو المنتدى في هذه النسخة دور مهم جدا في مناقشة قضايا تمس العالم، وأيضا إعطاء الصورة التي يجب أن تكون حقيقية عن مصر، أن هذه الدولة الكبيرة اللي هي القديمة جدا والراسخة جدا في التاريخ قادرة طول الوقت أنها بشبابها أن تقدم إلهام لمختلف الشباب في مختلف دول العالم. نعم. الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية يعني طرح الرئيس ممثلا للدولة رؤية لحقوق الإنسان، حضرتك تحدثت عن بعض مضامين هذه الرؤية الآن، لأن حقوق الإنسان بالمعنى الذي يتم تداوله للتدخل في الشأن الآخر في العالم كله يعني لها بعد آخر، يعني لا يخلو من بعض الأغراض في التدخل، ولكن حقوق الإنسان بالمعنى الذي طرح من خلال الدولة المصرية ومن خلال الرئيس، يعني إلى أي مدى تمت مناقشة هذا الطرح في من خلال حضرتك كوكيل لجنة حقوق الإنسان طرحت في ورش العمل، ومن المنتظر أن تطرح أيضا من خلال المنتدى؟ حقوق الإنسان وحدة متكاملة، حقوق الإنسان المدنية والسياسية مرتبطة بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية،
وبمعنى أنه لا يمكن أبدا أن تحقق حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير وحرية الانتخاب والديمقراطية دون أن يكون هناك حق التعليم وحق السكن وحق العمل وحق الحق في الصحة. كل دي حقوق، والحق في بنية تحتية ملائمة وإنسانية، دي كلها حقوق إنسانية يجب أن تتوفر مع حقوق المدنية والسياسية. تركيز البعض على الحقوق المدنية والسياسية فقط ده ليس الفهم الصحيح لتحقيق حقوق الإنسان. ولذلك بنقول أن الدولة المصرية حينما اتخذت رؤيتها واستراتيجيتها لتحقيق حقوق الإنسان خدتها كمسارات متوازية، زي ما بيتعمل يعني مبادرة حياة كريمة زي ما كنت بتكلم فيها، زي ما بتعمل حملة 100 مليون صحة لتوفير الصحة لكل المصريين، زي ما بتتعمل استراتيجية كبيرة للنهوض بالتعليم. دي كلها أمور مرتبطة بأنه لدينا مثلا في مجلس النواب في الحقوق المدنية والسياسية أكبر نسبة للمرأة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، نتكلم عن تمكين المرأة، نتكلم عن أكبر نسبة للشباب في تاريخ الحياة النيابية المصرية، دي كلها مضامين مرتبطة بحقوق الإنسان. لكن لا يجب أن تكون الحقوق السياسية وحدها أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحدها. مصر ترى مفهومها لحقوق الإنسان مفهوم شامل يشمل كل المفاهيم اللي الأسرة الدولية أمنت بها والمتعلقة بحقوق الإنسان، ودون أن يكون هذا الأمر مسار للتدخل في شؤون الدول. مصر لا تقبل التدخل في شؤونها ولا تتدخل في شؤون الآخرين. ويعني توجه مصر نحو تطوير وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان ده توجه وطني قائم في الأساس على رغبة شعبية مصرية طول الوقت، لأنه مصر تستحق أن تكون في أفضل مكان. وطلقت هذا الأمر بإرادة سياسية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر عام 2021. وبالتالي احنا بنتكلم عن رؤية مشتركة بين كل المصريين لأهمية أن تكون مصر في مكانتها الطبيعية في مجال حقوق الإنسان، ولذلك بتحقق خطوة وراء خطوة في هذا المجال. النقطة المهمة أنه لا يوجد دولة مثالية في العالم في حقوق الإنسان، كلما بتأخذ خطوة للأمام أنت بتريد خطوات أخرى وأخرى للأمام. ولذلك مصر اتخذت في السبع سنين الماضية قفزات في مجال حقوق الإنسان، ومن المنتظر أننا نريد مزيد من القفزات ومزيد من التقدم والخطوات في مجال تعزيز مسيرة حقوق الإنسان. نعم، سواء وفقا للمفهوم الوطني المصري لحقوق الإنسان أو وفقا للمفهوم العالمي الشامل في ميثاق الأمم المتحدة وما إلى ذلك وفي المواثيق الدولية الخاص بحقوق الإنسان. مصر جزء من الأسرة الدولية في مجال حقوق الإنسان. بالمناسبة مصر شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1948. لسنا بمنأى، لسنا بمنأى عن العالم، احنا جزء من الأسرة الدولية، بنتخذ كافة المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأقول لحضرتك أنه حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه في مادته رقم 3 يتكلم على أنه لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي. ولذلك لا يمكن أبدا أنك تحقق الحق في الحرية دون الحق في الأمان ودون الحق في الحياة. فحينما يكون هناك تنظيمات إرهابية تهدد الحق في الحياة بالتأكيد ده يؤثر على كل الحقوق. ولذلك كانت مصر اتخذت كل إجراءاتها في مكافحة الإرهاب، واعتبرت أن مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، كما قال السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى من منتديات الشباب حينما قال أيضا أنه مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان. وده فهم عميق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية. ولذلك حينما احنا بنقدم الصورة الآن انه استطاعت الدولة المصرية على مدار السنين الماضية انها تهزم الإرهاب هذه الهزيمة وتحقق الأمان، بنشوف كيفية الانطلاق في مختلف المجالات، سواء كان التنمية، سواء كان الصحة، سواء كان البنية التحتية، سواء كان ايضا الحقوق المدنية والسياسية زي ما ذكرت، هذا التنوع الكبير اللي موجود في مجلس النواب، هذا التنوع الكبير بالآراء السياسية الموجود في مجلس الشيوخ، الدور اللي بيقوم به الشباب في مجلس النواب او المرأة اللي بتمثل 25% من مجلس النواب، ودي أكبر نسبة في تاريخ طبعاً البرلمان المصري طبعاً. أكبر نسبة للمرأة في الحكومة من وزيرات، عدد السيدات الوزيرات في الحكومة في تاريخ يمكن الوزارات المصرية. احنا بنتكلم عن نهضة مختلفة في مجال تمكين المرأة وتمكين الشباب وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وده دور مهم جدا بتقوم به الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان. نعم، ويعني إن شاء الله تستكمل مصر مسيرتها في هذا الاتجاه،
وأيضا من خلال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تستطيع الدولة المصرية أيضا من خلال الشباب المصري المشارك ومن خلال كل مشاركين المصريين الترسيخ لهذه الرؤية أكثر، وأيضا يعني تثبيت أركان الدولة المصرية دائما بهذه الرؤية الطموحة لحقوق الإنسان والمتفردة حقيقة. شكرا جزيلا لك نائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وأيضا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. شكرا أيضا مشاهدينا الكرام، وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو.